نرحب معانا بنجمة صوت الحياة تميل. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. نورنا النهاردة في مشروع محور التواصل السياسي الجديد. كلمينا بقى عن مشاركتك النهاردة وفي المبادرة الوفد اللي جه من القاهرة، وإن أنت تصري على إن أنت تشوفي مشروع محور التواصل السياسي الجديد على أرض الواقع. كلمينا عن مشاركتك. طبعا هو مشروع هائل جدا، مشروع اقتصادي جميل جدا، وانا مبسوطه النهارده اني جيت وشايفه الفكره وشايفه الناس بيشتغلوا بجد من قلبهم. حاجه طبعا هتفيد بلدنا وتخلي في تقدم، وناس كتير شاركوا، ناس كتير جدا 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 شاركوا، حابوا ان هم يجوا يشوفوا الفكره عامله ازاي، حابين يجوا يشوفوا جيشنا بيعمل ايه وبيحمي ازاي وبيعمر ازاي. وانا مبسوطه اني شاركت معاكم النهارده. طيب هات من الصوره اللي احنا شفناها النهارده ورجال القوات المسلحه اللي موجودين النهارده في المكان، وان في بعض الصور اللي بتطلع على المكان مشاهدة هذا الحدث التاريخي القومي للبلد اللي هي يعني لحظه كويسه. شايفه ان المشروع دوت بعد ما يتم اتمامه تماما بعد سنه، ايه الدخل اللي هيعود فيه على مصر من التجاره بتاعته؟ هو هيكون ان شاء الله مشروع مربح جدا. طبعا احنا واقفين في صحراء، تمام، ان هم يشوفوا الفكره ديت، ان هم يوسعوها، وسعوا القناه، ده بيجيب دخل كبير جدا 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 لبلدنا. وطبعا في دول كتير سبقت بلدنا، عشان بلدنا ما كانتش متقدمه في الفتره اللي فاتت، بس ان شاء الله انا شايفه ان المشروع ده هيجيب دخل مربح جدا جدا لبلدنا. ده غير كده ان هو بدل ما نروح ونصنع بره هنبتدي ان احنا نصنع هنا، وهيفتح بيوت كتير، هيوفر فرص عمل للشباب. مشروع كويس طبعا. الله يكون في عون الجيش المصري هنا، جو نور طبعا. بس يا ريتكم تيجوا تتفرجوا وتشوفوا بلدنا بتتعمر ازاي، وتساعدونا وكلنا بايد واحده نحط ايد على ايد ونكمل بلدنا. كلنا مصريين المفروض نساعد بلدنا ان هي تبقى احسن واحسن من اي بلد تاني. ايات واحنا مع بعض، انت قلتي لي لما شفتي العمال هنا وهم شغالين، قلت لي حسيت قد ايه ان دول احفاد الفراعنه ودول اللي بنوا السد العالي. طبعا دول احفاد الفراعنه واللي بنوا السد العالي، واللي هيعمروا مصر اكيد مستقبلا وهيفضلوا يعمروها، ومصر بالتقدم ان شاء الله. طيب هنقول ايه بقى اخيرا للعمال بقى هنا والقائمين على المشروع؟ ان شاء الله كل يا رب كده المشروع يبقى كويس جدا، ويا رب كلكم بايد واحدة مع بعض ان شاء الله، وتخلصوا ان شاء الله المشروع في خلال سنة زي ما الرئيس بتاعنا قال. طبعا بنسندهم، طبعا بنسندهم، واحنا عارفين هو قد ايه هم تعبوا، ربنا يوفقهم يا رب، وان شاء الله مشروع كويس جدا. ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. قولي بقى اسمك بقى وانت ساكن فين؟ اسمي عمر شوقي. عايش فين؟ عايش في نظام رياضة. جيت النهارده بقى وشاركت معانا وشفت الجيش بقى؟ قول لي بقى ايه اللي حصل وعملت ايه؟ اتصورت بقى واتكلمت معاهم؟ قول لي احكي لي عملت ايه؟ انا جاي هنا بصراحه عشان بلدي وجيش ومصر. يا حبيبي وكمان مصر بتحبك علشان انت جميل خالص. مبسوط بالقرار اللي السيسي اخده؟ شايف ان هو قرار حلو يعني وهيجيب دخل حلو لمصر؟ تيرا تيرا را بلدنا أمانة في ايدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. بلدنا أمانة في ايدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين.